السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميعا. امس شفت لي حلم، ما ادري، يوم شفت الحلم قمت وقعدت على حيلي وقعدت اهوجس واسبح بخيالي، لاني احب انا التعمق بالخيال. طيب، عمري 80-90 سنة وبعربية ولا حكي ولا اتكلم ولا اتحرك، غني سنه مجسم وارثي هم يصير فاقد أهلية وكذا. جابوا شيخ من المحكم وقسموا، جاء الولد على 30 مليون والبنت 15. حاطين ان لي عربية زين وقاعدين عندهم بالمجلس وهم يتوقعوني ما اسمع. ما قهارا بالحلم كثر الولد السبير، لا زانت الجالس اللي قال دخلوا ابوي ترى تعب، ترى يتعب مو مثلنا، دخلوا خلوا ينام. يا اخي ما انا برايح دخلا يوم زانت الجالس وزانت هذا. هم ما ادري الفلبيني شاقلا بهالعربيه مودين لما غرفه. ذا في واحد ثاني لا يمكن احد يتحمله، هذا القعده عمره 28-30، طبعا تنسل وده التاليه كذا، فقاعد متمركي كذا يسولف عليهم وانا قاعد كذا بجنب، حاطين اللي جنب الوجار جلسه. الحقيقه الوالد والله يختم له على عمل صالح، ختم له عمل صالح، يعني ترى بزل لك بنط بنطين. لو استمر الوالد على الاستثمار العقاري افضل له من انه انتقل للزراعه يا حمار، يوم انت فيتامين وبرتقاله. انا لي صلاتي جولاتي بالسوق جايين هالحين تمركة تقول الوالد والوالد واديك، بس غديهم شارين لي العربية ذيك اللي بهقير اللي بالمسعى اللي بالحرم اللي به ارنب صغير وارنب طويل، عشان اوجه العربية عليه واضرب الارنب الطويل واواسيه هو الجدار. جايين صنعت امبراطورية، جايين انت من عاد يجي رفيجي يزورن عند عيالي كذا ويجي قد يصرخ عند ذلي، شلونك طيب؟ ترى غلط يا اخوان، ترى مو بكل شايب ما يسمع، لا ممكن تصرخون بذني الناس، ترى ما ابو الا السدحان بدور ابو سامح هو اللي مو بيسمع. اول ما يشوف الواحد شايب وعصا يبدا يقول اوه عم لا تصرخ، يا اسمع انا اسال انا اسمع ولا لا. المهم جالس وقاعد يبربر عليهم، والله ابوكم ترى كويس بس ان الجلي حاسه ابوكم ولا كان المفروض افضل من جلي. يا لعاب عمرك ضايع، انا اللي مضبطك جاي الحين عشاني ما اقدر ارد، جاي تنقنق علي تحت عربيتي. ثم لا دخل ود ولدي يقول ابوه سلمت على جدك، يقول ايه يبا تبي مسلم عليه، نصاب ما سلم ولا جاء، والموت قاعد يتهاوشون قدامك. محمد تودي ابويتك في الموعد، انا اللي مودي اسبوع اللي راح تكفى. طيب خلي روحوا مع العامل وانا كلمه مستشفى. والله انا مشغول والله العظيم، عندي فراغ بل مشغول بدراهمي بفلوسي. هم من يوم دفوا العربيه ودخلوها للبيت وذهال المره لابس العباته تصوت للفلبيني يقول ترى عاش بابا بالفرن رز ولحم، بس لا تعطيه رز ولحم عطوا زبادي احسن عشان ما فيه ما بي زبادي. الصبح اذا قمت يحطون عربيتي في الصاله وتصير المدام تحتي مع التليفون تكلم كلمه الله، كلمنا بناتي شلون ابوي اليوم على وضعه، يبي يروح معنا للشاليه مساجين شاليهم. ومن أنت تصير الحين حماس بلنتيات، ما تدري هم بياخذونك ولا لا، ما تقول لها والله ما احنا باخذينه ويتعب يقعد بس بذاوي عنده دبرتن شاليهات وجمعات، وبعدين اليوم براد يقعد بس بهالبيت وعنده خدامة وعنده سواق ولا عليه ان شاء الله. احنا مصيفين الشاليه من فلوسي. يا دنيا ماشي ايش واخذون للشريه، بس عاد ليتهم واخذون. يوم اجتمعوا وجاء البثر ذا اخوهم السبير قال يا عيال يا بنات داكم مجتمعين، ترى بشاوركم موضوع، ترى العمارة بشارع 60 بنبيعها. جات واحدة من البنات قالت شو تبيعها، خل لازم تنباع ما تنفع ابد. ابوي الله هديه لا حط بمواقف ولا حط بها بناء الشيبان الله هديهم،
يا حيوان. وليش قاعد نرشه بغسطس درجة حرارة 56 وانا رشه وعامر وزبط واخرتها تسدى؟ لكن انا اللي اوريكم الاوقاف الحين افرق كل شيء. ولا فتحت الوصي ولا مكتوب نقطل على الخفيف. حجل يدرون بالشاهي هم لا وصلا يجي هالبث ذات بيقول لا تعطونه شاهي لا تعطونه شاهي ما يصلح لبوي ترى لا تعطون يوذيه. وشلون يوذين؟ يعني لا منك ما عطيته شاهي احنا انا عمري 90 لما عطيته شاهي برجع عمري 20 عطني خربانه خربانه يا اخوي بعربيه انا. بالنهايه اللي ما عنده كبير بالبيت ما ابو بركه. الله يحفظ لنا ابانا واباكم وامهاتنا وامهاتكم. ولكن يا ام سلمان ترى من خلق الزبادي حقيقه لم يكن الحلم بهذا الطول وهذا الخيال، ولكن حبيت اني اطول الموضوع لتصل الفائده. في امان الله. السلام عليكم. الصراحة انهال علي كم كبير من المفسرين اللي يقول لي بينزل اسمك بالملك العقاري، واللي يقول تبي يجيك ولد، واللي يقول تجيك بنت. أعيد وأكرر، هذا الحلم أقرب من الخيال، ولكن أنا كنت أبغى أنقل صوت الشيبان باسمي لكم.